واخبار الاهلي في الصحف النهارده من خلال جريده الاخبار بتقول ان الاهلي يؤجل ظهور الصفقات والخطيب يجتمع مع الفريق اللاعبين يعني. طيب الجزء الاول من الخبر متعلق بالصفقات، والحديث دائم خلال هذه الفتره عن ظهور بعض اللاعبين في المباراه الاولى امام اطلع بره، ومدى امكانيه ظهورهم ومدى جاهزيتهم وكل هذه الامور. لكن في الحقيقه الاهلي ما اجلش ظهور الصفقات ولا حاجه، هو ده ممكن يكون استنتاج من جريده الاخبار يعني. لكن الثلاث لاعبين الجدد سواء محمود متولي، اليو ديانج، ومحمد مجدي قفشه، الثلاثه في الصوره بشكل كبير بالنسبه للجهاز الفني بقياده مستر مارتين لاسارتي، وهو الوحيد المتحكم في امكانيه اشراكهم في المباراه من عدم. فبالتالي التلاتة جاهزين بشكل كبير جدا، بجانب رمضان صبحي. ورمضان عنده إصابة طفيفة كده امبارح خلال التدريبات، هنطمن عليها بشكل أكبر، لكن هو أعتقد أنه جاهز لمباراة الغد. لكن في كل الأحوال الكل جاهز لهذه المباراة. بعض اللاعبين بخلاف رمضان، عندك كمان الشناوي لسه جاهزيته مش تامة، عندك كمان وليد سليمان لسه في شكوك حول مشاركته، هنتأكد أيضا من كل هذه الأمور بعد قليل. الخطيب يجتمع مع الفريق، كان في جلسه ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وما بين الكابتن حسام عاشور كابتن الفريق، وايضا شريف اكرامي احد كباتن الفريق الاول لكره القدم للنادي الاهلي. دي كانت امتى؟ كانت اول امبارح بالتحديد. اتكلم واطمن على الفريق من خلالهم، من خلال اللاعبين الكبار دول، واداهم كلمات وتحفيز كبير جدا جدا للفتره المقبله، وان جمهور النادي الاهلي دايما في انتظار الانتصارات والبطولات، ده شيء مفروغ منه ومؤكد. وحديث كان مهم كمان، كابتن محمود الخطيب اطمن على المصابين في الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، اهتمام مهم قوي طبعا بشكل منطقي جدا من قبل رئيس النادي الاهلي بالفريق ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. ودايما دايما بيبقى فيه اهتمام في الحقيقه. نروح للجمهوريه، الجمهوريه بتقول ايه؟ لاسارتي يحتوي الغضب. هو قصدهم هنا ان الغضب يعني ان في بعض اللاعبين زعلانه ان هم مش موجودين في القائمه الافريقيه، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده كتير يعني، مفيش زعل ولا حاجه. ممكن البعض يكون غيران شويه، ليه انا مش موجود في القائمه الافريقيه؟ معنى كده ان انا ممكن امشي عن النادي الاهلي او ارحل عن النادي الاهلي خلال الفتره دي؟ الامور دي متروكه وبيتم الاعلان عنها تباعا يعني، زي ما قلت لحضراتكم 3-4 ايام كده ملف الراحلين هيتم حسمه خلال ايام قليله، وفعلا بيتم حسمه خلال الايام دي. في بعض اللاعبين بنسبه كبيره تم الموافقه على رحيلهم عن النادي الاهلي بشكل كامل او اعارتهم كمان لبعض الانديه، هنتكلم برضه عن الجزئيه دي بشكل مفصل لاحقا يعني على مدار الحلقه النهارده. الاهلي يستعد لمواجهه اطلع بره، الاستعدادات خلاص احنا اتكلمنا فيها وان شاء الله كل جاهز لهذه المواجهه. نروح للمسا، بتقول ان لطفي وصالح مفاجأة الأهلي أمام اطلع بره. علي لطفي يكاد يكون هو الأقرب للمشاركة في المباراة نظرا لعدم جاهزية محمد الشناوي، وده هيبان أكتر من خلال تدريبات اليوم وتدريبات الغد بالنسبة للفريق. صالح جمعة ما اعتقدش ان هو مفاجأة، ده لعيب أصلا كبير جدا ومتاح دايما للجهاز الفني، لكن هم ممكن يكون قصدهم ان المفاجأة ان هو يبتدي المباراة، وده وارد بشكل كبير جدا. معسكر الفريق في برج العرب بكره ودرس خصوصي الفتحي، معسكر اتكلمنا عنه، درس خصوصي الفتحي على حسب متن الخبر ان احمد فتحي كان في فقره مخصصه ليه للكور العرضيه تحت اشراف مستر مارتين لاسارتي، ده على حسب المتن اللي موجود في المساء. نروح للاهرام، الاهرام بتتكلم في ايه؟ بتتكلم على ان الاهلي العنوان ده مهم قوي. الاهلي يقيد حمدي في قائمته المحليه تفاديا لتكرار ازمه السعيد. تمام؟ واتجاه لرفع اسم ندفيد واعاره زكريا. طيب الجزء الاول من الخبر نقسمها كده واحده واحده مع بعضينا. النهارده الجمعه واجازه وايه، واعتقد كلكم فاضيين يعني، ماشي؟ ازمه السعيد يعني ايه تكرار ازمه السعيد؟ يعني الاهلي هيأيد، هم قصدهم على احمد حمدي، ماشي؟ احمد حمدي اللاعب اللي كان الموجود في اعاره في الجونه وعاد للنادي الاهلي وموجود في التدريبات دلوقتي. ان احمد حمدي هيتم قيده في القائمه تفاديا لتكرار ازمه السعيد. هي ازمه السعيد كانت ايه يا جماعه؟ عشان نفكر بس الناس، لان في بعض العناوين شويه كده تقول لك ايه؟ ان الاهلي عنده ازمات، او الاهلي خايف انه يكرر غلطه كانت عنده قبل كده. الاهلي ما كانش عنده غلطات قبل كده. عبد الله السعيد كلكم عارفين طبعا مشكلته كانت ايه؟ لعيب عقده كان قرب يخلص، ناقص 6 شهور، جاله عرض مبلغ مالي كبير جدا، اللاعب اختار ان هو يوقع لنادي اخر. هل النادي الاهلي ما قيدش عبد الله السعيد في قائمته فبالتالي بقى لعيب حر ساعتها راح وقع، ولا كان لسه عنده عقد 6 شهور وكان لسه في مفاوضات مع النادي الاهلي واللاعب اختار اختيار اخر يعني؟ فالموضوع ده مختلف تماما عن موضوع احمد حمدي يعني. مال عبد الله السعيد دلوقتي باحمد حمدي؟ عبد الله السعيد كان لاعب سابق في النادي الاهلي،
ومشي، والراجل ربنا يكرمه ويوفقه في مشوار بشكل عام يعني. لكن دي ملهاش علاقه بدي، وما كانش في اي غلطه في النادي الاهلي بخصوص القيد، بخصوص القيد عشان تركز معايا في كلامي. وكان في مفاوضات ساعتها مع عبد الله والموضوع ما نجحش، الراجل راح اختار اختيار تاني، هو حر في اختياره. لكن موضوع احمد حمدي اللاعب اكيد هيتم قيده في القائمه المحليه او هيتم اعارته، الامر ده متروك للمسؤولين، متروك بالتحديد كمان للجهاز الفني للنادي الاهلي ولجنه التخطيط بالمناسبه يعني من خلال التنسيق الكامل. اتجاه لرفع اسم نيدفيد واعاره زكريا. الاتجاه الخاص برفع اسم كريم نيدفيد من القايمه ليه؟ هو عامه في خلال الايام اللي جايه هيبقى في حسم لموضوع القايمه المحليه، ده شيء طبيعي جدا. القايمه الافريقيه 26 لعيب، ال 26 لعيب اللي تأيدوا في القايمه الافريقيه طبيعي ان هم خلاص مقيدين محليا، يعني انت ما ينفعش تأيد افريقيين غير لما تأيد محليا، فدول ال 26 دول خلاص مفروغ منهم، الموضوع منتهي اكيد حضراتكم عارفين الكلام ده. لكن فيما يتعلق بكريم نيدفيد الاصابه بتاعته لسه مطوله شويه، كان عمل عمليه جراحه الغضروف فلسه الموضوع هياخد معاه وقت. فممكن يكون في تفكير عند المسؤولين في النادي الاهلي او عند الجهاز الفني ان احنا نرفع اسم كريم نيدفيد لحد شهر يناير، لان لسه الاصابه مطوله ولسه لما يرجع هيكون عنده برنامج علاجي وتاهيلي عشان يبتدي يخش مع الفريق في التدريبات الجماعيه، وبالتالي ساعتها يكون جاهز للمباريات. ممكن ده طبقا لرؤيه الطبيب بالتنسيق مع الجهاز الفني ان ده محتاج فعلا وقت شويه، لكن هنشوف القرار النهائي هيكون ايه خلال ساعات. اعاره مؤمن زكريا وارد ان يكون في اتجاه لاعاره مؤمن زكريا، والكلام ده ايضا هيتم الاعلان رسمي عنه خلال ساعات. هل مؤمن زكريا مكمل مع النادي الاهلي؟ هل هيتم اعارته؟ هل هيتم بيعه؟ احنا هنا برضه عشان حضراتكم تبقوا فاهمين، احنا هنا ما ينفعش ان احنا نقول النادي الاهلي خلاص وافق، لو مثلا حد كاتب على السوشيال ميديا او حاجه النادي الاهلي خلاص وافق على اعاره مؤمن زكريا، لو احنا قلنا كده يبقى احنا بنعلن رسمي. فعشان كده احنا حريصين جدا في كلامنا اللي بنقوله، عارفين ايه بالظبط اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش يتقال، لكن الامور دي كده كلها محل دراسه من الجهاز الفني خلال ساعات، زي ما بقول لحضراتكم خلال ساعات هيتم حسم كل الامور الخاصه بملف الراحلين عن النادي الاهلي. نروح للمصري اليوم. المصري اليوم بيقول برضو ان مؤمن زكريا يرفض الاعاره ويتمسك بالاهلي. صبحي جاهز لمواجهه يطلع بره، ده هنتاكد منه بعد قليل. لاسارتي يحذر من التهاون، تحذير لاسارتي من التهاون ده شيء مطلوب جدا جدا، لازم يكون في تركيز كبير جدا في مواجهه فريق يطلع بره. لكن مؤمن زكريا يرفض الاعاره ويتمسك بالاهلي برضو زي ما قلت لحضراتكم لسه محل دراسه هذا الملف. قرار اخير خاص بالجهاز الفني وهو اللي هيعلن عنه اكيد، سواء من خلال موقع رسمي النادي الاهلي او من خلال قناه النادي الاهلي الرسميه. نروح لفين تاني؟ نروح للاخبار المسائيه. ازارو مستمر في الاهلي، النادي ينفي تلقي عروض لشراء اللاعب والفريق يعسكر اللي يطلع بره. الفريق خلاص اتكلمنا على موضوع يطلع بره ده بشكل مفصل، لكن فيما يتعلق بقى وليد ازارو. وليد ازارو يا جماعه مكمل في النادي الاهلي، مستمر مع النادي الاهلي. هتقول لي ما هو في كلام ان جه عروض لوليد ازارو، لا بشكل مؤكد، بشكل مؤكد مفيش اي عرض وصل رسمي لوليد ازارو، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه امبارح. وليد ازارو ممكن يكون في تواصل ما بين وكلاء او طرح لبعض العروض، لكن على ارض الواقع شكل رسمي مفيش اي عرض وصل لوليد ازارو. بالتالي اللاعب مستمر مع النادي الاهلي، اللاعب مقيد افريقيا في قائمه النادي الاهلي الافريقيه، فبالتالي ايضا الجهاز الفني في حاجه شديده لوليد ازارو، وصعب ان يتم استغناء عن اللاعب. الملف ده عايزين نقفله. بالمناسبه اي ملف فيه كلام شائك شويه على سواء مدير فني بعض اللاعبين مش وقته، ولازم جمهور النادي الاهلي يعي هذه الجزئيه بشكل كبير جدا، وانا متاكد ان هم عندهم الوعي الكافي بهذه الجزئيه. ليه؟ لان انت لازم دلوقتي تركز مع فريقك وتحفزه بشكل كبير وتشجع كل لعيب وتشجع الجهاز الفني عشان اهدافنا باذن الله او اهداف الجمهور الأهلي.